السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. شوفوها، شوفوا الحداكه، انا مشمره، تعرفوني حداكه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ان شاء الله. كي دايرين؟ هانين مهنين، اموركم مزيان ان شاء الله. يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، اموركم كامله بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الاكله اللي زوينه، انا بعدا شخصيا كتعجبني وكتعجب حتى وليداتي. غنديروا سباكيتي بالخضر، بقاو معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير وما تمشيو فين، بقاو معايا. بالنسبه للمقادير اللي عندي، عندي الصلصه ديال مطيشه الجاهزه، يعني تقدروا تحكوا مطيشه كما كنقول لكم دائما، تقدروا تحكوها حتى هي كتوفي بالغرض، ولا تقدروا تاخذوا غير مطيشه المركزه وكتزيدوا عليها شويه الماء حتى هي كتفي بالغرض. وعندي واحد نص كيلو ديال سباغيتي، وعندي هنايا واحد جوج خيزويات اللي حكيتهم، وعندي هنايا واحد جوج قريعات اللي حكيتهم، وعندي هنايا واحد العلبه ديال الطون ديال الزيت، وعندي هنايا واحد شويه القزبر ومعدنوس، واحد جوج فصوص ديال الثوم، وعندي هنايا بالنسبه للتوابل عندي غير البزار والملحه هما اللي غنستعمل، وعندي هنايا واحد العلبه ديال القشده الطريه اللي تقدروا تعوضوها بياغورت طبيعي، يعني دانون مسوس حتى هو كيوفي بالغرض. نبداو ان شاء الله، نبداو على بركه الله. هنايا كما كتشوفوا خديت واحد المقله اللي درت فيها تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الزيت حتى لثلاثة، وغنصوطي فيها الخضرة ديالي القرعة وخيزو. هنايا من بعد ما سخن ليا الزيت غنزيد خيزو. هاد الأكلة كتجي زوينة بزاف، أنا كنحاول ندخل هكا في الأكلات ديالي ندخل الخضر، لأن ولادي ما كياكلوش ليا الخضر، كنحاول ندخلها هكا في المعجنات، كنحاول ندخلها حتى في الكفته هكا، كنحكها رقيقه، نحك الخضره رقيقه وكنديرها مع الكفته هكا باش ياكلوها ليا ولادي. يعني ده ضروري خاصني ندخل اي اكله هكا درتها تنبغي ندخل فيها الخضره، ولكن بالطريقه اللي ما ولادي ما يعيقوش بها وياكلوها ليا. يعني كما كتعرفوا اغلبيه الوليدات ما كيبغوش ياكلوا الخضره. هنا زدت القرعه حتى هي غنصوطيها مزيان مع خيزو. كنحرك هكا حتى الدبل. هنا غنزيد الثومه، غنزيد القزبر ومعدنوس، وغنزيد الملحة والبزار، يعني هادو هما التوابل اللي غنستعمل في هاد سباكيتي. صافي غنزيد الصلصه ديال المطيشه الجاهزه، يعني كما قلت لكم راكم تقدروا تاخذوا حتى مطيشه تحكوها او تاخذوا المطيشه المركزه حتى هي وكتزيدوا عليها شويه الماء، يعني باش الجرو ترجع بحال هكا. حتى هي كتوفي بالغرض. هنايا في هاد الطنجره عندي الماء اللي غليته، غنزيد عليه الملحه وغندير فيه سباكيتي. صافي هنا ملي كتبدا تفزك كنبدا نهبط فيها بشويه بشويه حتى تهبط كامله. صافي ونخليها طيب.
بالنسبه للسباكيتي راه ما غنفوتش فيها 9 دقائق، لان كاتبين عندي في الكرطونه اللي فيها 9 دقائق. وهنايا غنزيد على الخليط ديالي القشطه الطريه، كما قلت لكم تقدروا تعوضوه بدانون مسوس حتى هو كيجي مزيان. صافي وغنبقى كنحرك، يعني حتى تعقد ليا متبقاش هكا جاريه. هنا كما كتشوفوا ملي عقد ليا الخليط ديالنا لاصوص، دابا غنزيد عليه الطون. غنزيد الطون، العلبة ديال الطون، وغنزيد عليه الفرماج. سمحوا لي ما ذكرتوش قبيله نسيتو، غنزيد عليه الفرماج. صافي وغنخلط. كتجي الاكله رائعه، يعني اللي ما عندوش الفرماج، انا كما كنقولها يعني الوجبات اللي كندير او الوصفات اللي كندير يعني كنبغيهم يديرهم كل شيء اللي تكون في المتناول ديال كل شيء. يعني اللي ما عندوش الفرماج ما يديروش، ماشي مشكل. وهو لا كان راه تيجي زوين، ما كانش ماشي مشكل. وصافي غنتسنى دابا على سباكيتي، هي قريبه توجد ليا، بقات لي دقيقه صافي ونعاودو نتلاقاو. هيا سباكيتي ديالنا من بعد ما طابت صفيتها، وها الصلصه ديالنا واجده. صافي غنزيد سباكيتي على الصلصه، هنزتها دابا غنبقى نخلط. صافي هنايا وضعت في هذا المول اللي كيدخل الفران، وضعت هنايا غير النص ديال سباكيتي، والنص الاخر غنديرو من بعد. يعني هنايا غنزيد شويه القزبر ومعدنوس، هنايا كتجي واحد المذاق فيه زوين. انا ما عنديش طري، عندي مكونجلي، لكن الا كان طري كيجي رائع. صافي وغنزيد عليه واحد شويه الفرماج، اي واحد شويه هكا باش تعطيني ديك التعليكه. صافي وغنزيد ما تبقى من سباغيتي. انا زدت نصف الاخر ديال السباغيتي، وصافي دابا غنزيد الفرماج من الفوق من الوجه ديالها. وغندخلها للفران، الجهد اللي غيدوب ليا غير فيه الفرماج لان كلشي طيب. صافي وغنخرجها. يعني تقدروا ما ديروهاش في الفران، وتقدروا كما قلت لكم تستغناو على القشده الطاريه وتستغناو على الفرماج، يعني ديروها غير بالخضار ولاصوص ديال المطيشه، راه كتجي حتى هي رائعه رائعه بزاف. دابا غندخلها الفران ونعاودو نتلاقاو. وها هي السباغيتي ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران وداب الفرماج، كتجي على هذا الشكل. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم. هنايا هي الفكره، وانتم تزيدوا او تنقصوا كيف ما بغيتوا. يعني ولا ما بغيتوش ديروها حتى في الفراركم ما ديروهاش، ولا ما بغيتوش ديروا سباكيتي تقدروا ديروا اي نوع من المعجنات، يعني لكم الاختيار. ما بقى لي الا نودعكم. ما تنسونيش من اللايكات ومن التعليقات ديالكم ومن الاشتراك في القناه. اللي باقي ما مشاركش معايا يضغط على المربع الاحمر ويفعل الجرس باش يوصله كل ما هو جديد. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.